هلو هاربرز بازار. هلو هاربرز بازار. هلو هاربرز بازار من مهرجان الجمعة. اهلا هاربرز بازار. هلو 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 هاربرز بازار. هاي هاربرز بازار. هلو هاربرز بازار. هلو هاربرز بازار اريبيا. هلو هاربرز بازار. هاي هاربرز بازار. Hello Harper's Bazaar. Hello Harper's Bazaar. Hello Harper's Bazaar. Hello Harper's Bazaar. Hi Harper's Bazaar. أنا ياسمين صبري في جونة فيلم فيستيفال 2019. مهرجان الجونة كول وشيك وفي تحضير يعني مش عايزة أبقى بايست يعني منحازة ليهم بس أنا برتاح جدا. بعدين في دايفرسيتي يعني في مثلا اكزيبيشن لإحسان عبد القدوس وفي افلام تانية مثلا من اليابان. هاي هاربرز بازار انا طارة عماد من مهرجان الجونة السينمائي 2019. طارة ايه اكتر حاجة بتحبيها في مهرجان الجونة؟ بحب ان كلنا بنتجمع وكلنا بنيجي من بلاد عربية كتيرة قوي وكلنا كمان بنيجي من القاهرة عشان الحدث ده فحدث مهم وحدث مشرف وحلو قوي وطبعا نحن نكون جزء منه حاجه مشرفه جدا. Thank you ليك. Hi Harper's Bazaar انا اروى جوده we're at the Guna Film Festival 2019. بحب احضر مهرجانات لانك انت دايما بيجي لك فرصه انك تتفرجي على افلام مش بتنزل عاده للجمهور وكل الناس بتحضرها. احلى حاجه بالنسبه لي في مهرجان الجونه انه it's a small place فانت تقدري تحضري كذا فيلم في نفس اليوم وتقدري تحضري الفعاليات بتاعه بالليل وتقدري تشوفي الناس اللي في الشغل فانا ده حاجه بحبها قوي في المهرجان. وحاجه تانية مهمه قوي في المهرجان السيني جونه اللي هم عاملينها وير بيجيبوا المخرجين مع المنتجين مع مؤلفين مع ممثلين يتقابلوا في مكان واحد يناقشوا الافكار بتاعتهم يشوفوا ايه اللي ممكن يعملوه مع بعض لو في بروجكت مثلا هم ابتدوا يصوروه لسه محتاجين ليه فلوس بيعرضوه على الناس فلو انت ممكن كمتفرجه عاديه تقرري انك انت تحطي فيه فلوس تدعمي الناس دي انا شايفه ان هو بيدعم فعلا السينما يعني بطريقه من القلب.